شو هي أهم توقعات الفلك لمواليد الحوت بشهر أيار ماي من عام 2019؟ عزيزي الحوت، في جملة اكتبتها بأول الشهر ومهمة. كم من المزعج أن تعرف الإجابة عندما لا يسألك أحد. هيك رح يصير بهالشهر، كأنك رح تدرك بعض الحقائق أو بتعرف شو عم بيصير، أو كأنك بتحذر وبتحلل وبتوصل إلى نتيجة واستنتاج، وبتلاقي أنه ما حدا سألك عنهم أو أنه الآخرين تايهين وضايعين في مجالات تانية ومخبطين مع بعضهم. هيك رح يصير بهالشهر، رح تنتهي من معاكسات بمنتصفه حتى لو أوله كان شوي غريب عنك. مارس بيترك برج الجوزاء بتاريخ 16، بينتقل إلى موقع جيد جدا بالنسبة إليك، هو برج السرطان. فينوس بيسبقه بتاريخ 15 وبيروح إلى برج الثور. إذا أول جمعتين كانوا تقال عليك، انطور وقول بقلبك الجاي عظيم والانفراج ما رح يطول، رح يوصل لعندي باكرا بمنتصف الشهر. بتتنفس الصعداء وبترمي أسلحتك وبتتكل على حظ يلي رح يرافق كل الخطوات ويشعرك بالهناء. ترتفع المعنويات، فما داعي، ما في داعي حتى تتحدى الأقدار بالنص الأول. كن مسالم، كن منتظر، كن صابر. لازم تتروى وترضى بما يحصل بانتظار انقلاب الأمور لمصلحتك، وبسرعة يمكن أنت ما تصدقها. ساعتها بتقدر أنه تعمل اللي بدك وتقول اللي بدك وتاخد القرار يلي بتلاقيه مناسب، لأنك بتحقق الأفراح والنجاح بدون جهود قصوى. عدا عن هالشي، بتسجل السماء 4 كواكب ببرج الثور، بتسمح لك بقطف الثمار يلي زرعتها، وبتتيح لك فرصة اللقاء بمن يقدر كفاءتك ويعرض عليك أمر جيد واستثنائي ربما. بتبلغ عزيز الاستقرار يلي بتحلم فيه، وبتتوصل لهناء مادي، ويمكن تفاوض بشأن مشروع أو عقد بناسب مصالحك الشخصية والعائلية، ويمكن تحضر لجديد أو لمناسبة، وبتشعر بالسعادة وبالحرية من بعد ما يكون عبء سقط عن كهلك. بتحقق أمنية على الصعيد المهني، بتتلقى أخبار بتلائم أحلامك، شي بيتغير بنظرتك لبعض الأمور، بتتوسع اتصالاتك، تزدهر علاقاتك ببعض الزملاء والزبائن والمتعاونين، وبتحظى بإعجاب الكتار. بتحقق نجاح إذا كنت معلم، مدرس، موجه، رجل دين أو مبشر، أو سياسي، أو قائد، أو مدير بمؤسسة. والفلك بيحتفظ لك بمفاجأة سارة عزيز الحوت. كوكب الحب فينوس بيدعمك، بيرافق خطواتك بالنص الثاني من الشهر. تقبل على أفراح كثيرة وانفعالات شديدة وحب وغرام واجتماعيات فريدة. بتوسع دائرة معارفك وبتحظى بلقاءات بتنعش روحك. يمكن تتحول صداقة إلى حب متين، أو يمكن تلتقي بحبيب محتمل بمجال عملك. تتلقى دعوة وبتعرف لقاء بعدين رومانسية ساحرة. أما إذا كنت مرتبط فبتحقق حلم مع الشريك، وبتخططوا سوا لمشروع بشكل حافز أو حماسة شديدة كتير لإلكم. بتكون أنت المنتصر بحياتك الشخصية، بتمارس سحر كبير، وبتتولى تنظيم مناسبة أو نشاط بكتير من المهارة. الأوقات بتكون كتير زاهرة وبتسعد فيها ببداية الشهر. في نقاش مادي يلاقي الاستحسان بين 1 و3، بين 4 و5 افتح عينيك وأذنيك، لأنك رح تتلقى معلومات جديدة بتخدم أوضاعك جدا. بس كون حذر جدا بمواكبتك بعض الأحداث بين 6 و7. أفضل فترة إذا بدك هي بين 7 و21 حتى تعقد صلات وتتناغم مع بعض المتعاونين. بين 8 و10 هو 3 أيام يمكن يحملوا لك مفاجأة سارة. كون متروي جدا بين 19 و21 رغم أنه الفترة جيدة.
بتعبر إلى الأفضل بين 17 و18 وبتباشر بفترة واعدة جدا. 31 تاريخ للقاء رومانسي عزيز الحب.